غادرت نعيمة البدوية الملقبة بأمي نعيمة صاحبة قناة على اليوتيوب والتي شهدت في نشر أعمالها المنزلية في الطبيعة اليوم الخميس سجن عين سبع عكاشة بالدار البيضاء بعد قضاء العقوبة الحبسية التي أدينت بها على خلفية متابعتها من أجل نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ الشغال أمرت بها السلطات المحلية. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت تخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضد أمي نعيمة البالغة من العمر 48 سنة من سنة حبسا نافذة إلى 3 أشهر. وقد أدينت أمي نعيمة بعد نشرها شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.